اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره قبل الاخيره في حلقه اليوم بعد نهايه مباراه العوده ما بين النادي الاهلي وتاهله لدور ال 16 بعد فوزه على كانو سبورت في ذهاب وعوده دور ال 32 بثنائيه في مباراه الذهاب ورباعيه في مباراه العوده. الفقرة قبل الأخيرة النهاردة هيكون معايا دكتور أحمد ثابت نتكلم عن أهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بهذه المباراة. ازيك يا دكتور ومبروك. في البداية طبعا ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي والمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني الفوز والتأهل لدور المجموعات، فبالتأكيد فوز مهم جدا وفوز بأداء حلو، يعني استكمالا لمباراة ريني فايلر مع النادي الأهلي المباراة الرابعة. النادي الأهلي بيكسب بأداء وتغييرات وشكل وجماعية وتكتيك واسلوب مختلف بصراحة. يمكن اول حاجة كده معلش يا احمد، بما اننا بنتكلم بمناسبة ريني فايلر، المدير الفني قال في المؤتمر الصحفي ان فريقه استحق الفوز على كانو سبورت ذهابا وايابا بعدما فرض نفسه على احداث المباراتين. اشار فايلر ايضا ان اكثر ما اسعده في مباراتي دور ال 32 امام كانو سبورت بجانب الفوز هو الخروج بشباك نظيفة. أضاف المدرب السويسري أنه سعيد بتطور أداء أو مستوى اللاعبين داخل الفريق دفاعيا وهجوميا، مشيرا إلى أنه يسعى لتجهيز كل اللاعبين والعمل على تلاشي بعض الملاحظات التي تظهر في المباريات. أيضا أكد أنه من الصعب الاعتماد على 13 أو 14 لاعب في ضوء المباريات المضغوطة والمتعددة التي يأخذها النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لذلك يسعى لرؤية كل اللاعبين بشكل عملي في الملعب. أوضح فايلر أيضا أنه ليس من المنطقة أن يقول أن هناك لاعبين مفضلين لديه لأنه يعمل مع فريق كامل، مشيرا إلى أن ديانج لاعب مميز شأن كل لاعبي الفريق. اختتم فايلر تصريحاته مؤكدا أن جميع المباريات المقبلة قوية والفريق يستعد لها بشكل جيد والجميع داخل النادي يتطلع لتحقيق الفوز بشكل مستمر. طبعا اول حاجه لريني فايلر واضحه جدا وهي تكتيك الضربات الركنيه. من الواضح جدا ان في تدريبات قويه جدا لاعبي النادي الاهلي في الضربات الركنيه مع ريني فايلر. النهارده بيسجل الهدف الثاني ليه من ضربه ركنيه، كان سجلنا قبل كده هدف قدام نادي الزمالك والنهارده هدف. يمكن لو عرضنا اول صوره معانا هنلاقي ان في تكتيك معين بيستخدمه ريني فايلر، ان في اربع لعيبه على قوس منطقه ال 18 بره، واحد اثنين ثلاثه اللي هو بالاصفر، الاثنين البرتقاني اللي هم واقفين على القائم القريب، واليو ديانج هو اللي واقف على الحارس، هو اللي عامل السكرينه على الحارس. وبالتالي في تكتيك معين وفي تمرينات معينه للضربات الركنيه من ريني فايلر، يعني واضحه في اسلوب، في بصمه للمدرب. تمام. الصوره اللي بعدها برضه هنلاقي ده الهدف الثاني لنادي يعني هشوف حضرتك قدام الزمالك، فده هدفين من ضربه ركنيه للنادي الاهلي. ده بياكد برضه شغل مدرب واضح من مع ريني فايلر. الحاجه الثانيه يا كابتن اسلام زي ما قلته في الاستوديو ان الهدف الرابع جه من 29 تمريره وال 30 جت هي الهدف، فده بياكد الجماعيه الموجوده في اسلوب النادي الاهلي، انكار الذات، التحرك بدون كوره، تدوير الكوره، اللعب من لمسه واحده على الكتله الواحده. يعني ميزه فايلر عن لاسارتي تحديدا ان الفريق خطوطه فيه متقاربه، ان الكتله بنلعب ككتله واحده، الصفوف متقاربه، دي اهم حاجه. مع لاسارتي كنت تحس لما بنلعب حتى في برج العرب ان الدنيا بعيده خالص، تحس ان في مساحات كل واحد في حته. لكن الميزه في ريني فايلر ان الخطوط متقاربه. فانت بتتكلم في الهدف الرابع ده هدف نموذجي، 29 تمريره وال 30 هدف، ده هدف نموذجي. والهدف كمان بيوضح اللي احنا اتكلمنا عليه قبل المباراه، ان ريني فايلر بيعتمد بشكل كبير جدا على الاطراف. يمكن ده الهدف السادس لريني فايلر من كره عرضيه، الهدف السادس من كره عرضيه، فده بيأكد ان الراجل ده بيعمل تمديد للملعب، تدوير الكوره على قد ما بيقدر وبيمدد اللعب عشان يفتح المساحات على الاطراف. زي ما شفنا هتتعمل عرضيه وليد ازارو، اليو ديانج طبعا مكسب المباراه، شوف اليو ديانج هيلعبها تمرير طولي، يعني كورته حلوه كمان اليو ديانج وعنده الرؤيه وبتتلعب عرضيه عشان يسجلها. ده هدف فيه كل مواصفات الكوره بصراحه، الكوره الممتعه، الكوره الاوروبيه. يمكن واحد من ابرز نجوم المباراه هو اليو ديانج. اليو ديانج يمكن من الابرز من وجهه نظر الارقام او بالنسبه طبعا لك رقم واحد اليو ديانج بالارقام. رقم اثنين محمود وحيد، رقم ثلاثه حسين الشحات. اوكي.
فضل. رقم واحد أليو ديانج، يمكن احنا كنا أليو ديانج تحس ان هو قوي بدنيا فممكن تقول ايه ان كورته مش حلوة، لا أليو ديانج احنا كمان كنا اكدنا عليه اول ما الصفقة جت ان هو عنده ميزة التمريرات الطولية، جبنا له فيديوهات، انت جبت له فيديوهات وقلنا ان دقة التمريرات الطولية بتاعته مميزة، كمان النهاردة بيكمل وبيجيب اهداف، يمكن ان هو النهاردة لعب 90 دقيقة سجل هدف، هو اكثر من صنع فرص في المباراة، صنع 3 فرص تاني اكتر لاعب قطعا لكرات 12 مرة بعد محمود وحيد، تاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحة 5 5 بعد حسين الشحات اللي عامل 6، تاني اكتر لاعب كمان عامل محاولات على المرمى، يعني عامل محاولات، تاني اكتر لاعب عامل 3 محاولات حسين الشحات، رقم احمد الشيخ رقم 1، رقم 2 أليو ديانج، تاني اكتر لاعب عامل تمرير طولي، حتة الرؤية اللي قلت حضرتك عليها ان أليو ديانج بيمتاز بالرؤية، 8 تمريرات طولية بنسبة دقة التمريرات الطولية، طبعا يمكن هو عامل أليو ديانج 8 منهم 6 صح، عدد التمريرات بتاعت أليو ديانج كلها 60 تمريرة 3 بس منهم غلط، يعني 57 تمريرة صح من 60 بنسبة دقة 95%، ارتكب خطأ واحد وحصل على خطأ واحد. أليو ديانج مكسب كبير، نوعية مختلفة خالص في وسط الملعب، الحاجة اللي كان محتاجها برضو النادي الأهلي زي ما قلنا على حمدي فتحي، أليو ديانج بيمتاز بالقوة البدنية، بيمتاز ان هو عنده حتة التكملة، بيزيد بيسدد على الجون، بيجيب أهداف، الأهم كمان ان هو مش بس قوي بدنيا وبيقطع الكورة، لا ده هو كمان عنده الرؤية، بيمتاز بالتمرير الطولي، بيوصل زمايله، بيصنع فرص، انت بتتكلم على لاعب صانع 3 فرص، لعيب صانع، لاعب قطع كرات، بيصنع النهارده بيخرج كأكتر لاعب صانع فرص لزملائه، كمان تاني أكتر لاعب عامل محاولات على المرمى، مهاري، تاني أكتر لاعب عامل مراوغات ناجحة، كل المميزات في أليو ديانج، مكسب كبير جدا، واعتقد ان احنا كنا محتاجين برضو مع عمرو السوليه مع حمدي فتحي مع حسام عاشور واحد زيه كده بنفس القوه، وبصراحه مكسب كبير جدا، واحد من اهم الصفقات اللي جت في الفتره الاخيره للنادي الاهلي. الثاني محمود وحيد، محمود وحيد يستحق التحيه، بقاله فتره كبيره غايب وما حسيناش النهارده بغياب علي معلول، ان الراجل بيعتمد اصلا قدرات محمود وحيد ظهرت، لان الراجل بيعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا، محمود وحيد بيصنع هدف، بيصنع فرصة، أكتر لاعب قطع لكرات 15 مرة، أكتر لاعب عامل كرات عرضية هو وحسين الشحات وأحمد فتحي، يعني الطرفين عندك كل واحد فيهم عامل 9 عرضيات سواء أحمد فتحي أو محمود وحيد، ده بيأكد أن المدرب ده شغله على الأطراف بصورة مميزة، بيمدد عرض الملعب عشان يلعب على العرضيات، نسبة دقة محمود وحيد 33.3 يعني 3 من 9، عامل 3 مراوغات ناجحة، لعيب مهاري، عامل 44 تمريرة بنسبة دقة حوالي 93% 92.8، عمل محاولة على المرمى حصل على خطأين، فمحمود وحيد يستحق التحية على الأداء، واحد بقاله فترة كبيرة بعيد عن المباريات ما تحسش النهاردة، أنا الحقيقة أنا بعتبره زيه زي أليو ديانج النهاردة، يعني هما الاثنين من بالنسبة لي من نجوم المباراة أو هما نجمي المباراة، هو ومحمود وحيد وأحمد فتحي وأليو ديانج طبعا، هذا يعني الثلاثي من وجهة نظري هو الأفضل النهاردة. ونخش على طول على أحمد فتحي، تأكيدا لكلام حضرتك، أحمد فتحي احنا قلنا محمود وحيد، أنا على فكرة هو بيكتب الورقة وما بيقوليش، فأنا احمد محمود وحيد عامل 9 عرضيات، احمد فتحي الناحيه الثانيه ايه ارقامه، صانع عامل اسيست زي برضو محمود وحيد، عامل 9 عرضيات زيه، قطع الكره 8 مرات، عامل 42 تمريره، احمد فتحي كمان النهارده ثاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، يعني بالتساوي مع يمكن هو يعني هو عامل 4 مراوغات ناجحه، ونسبه دقه تمريراته 85.7 وما ارتكبش ولا خطا. احمد فتحي ده الاسيست الثاني ليه مع ريني فايلر، يمكن في الاربع مباريات عامل 2 اسيست، ففي يعني زي ما قلنا قبل المباراه في بصمه رمضان صبحي ان ريني فايلر بصمته واضحه على رمضان صبحي، برضو بصمته على تطور اداء احمد فتحي، احمد فتحي الراجل بيعتمد على كلامه عاجبني جدا ريني فايلر الاطراف بشكل كبير جدا، كلامه واضح ان هو راجل منظم، وبعدين تحس ان هو بيحسب بالدقيقه للعيبه، يعني ما فيش ولا لاعب لعب الاربع مباريات غير الشناوي، محمد الشناوي اللاعب الوحيد في النادي الاهلي اللي لعب الاربع مباريات كامله 90 دقيقه، يعني عمرو السوليه بدا الاربع مباريات اساسي بس النهارده اتغير، الشناوي اللاعب الوحيد اللي لعب الاربع مباريات كامله، فتحس ان هو حاسب كل حاجه بالدقيقه، عايز يعمل روتيشن يدي الفرص لكل اللعيبه، دي حاجه تحتسب. اكتر ساعات في الدنيا كويسه الساعات السويسريه طبعا منظمه. نيجي بعد كده بقى لحسين الشحات، حسين الشحات طبعا يمكن بتكلم على البطوله دي، يمكن ده الاسيست الخامس ليه في دوري ابطال افريقيا، في ناس تقول ان الدور التمهيدي ما بيتحسبش، ولكن احنا بنحسب على عدد المباريات اللي لعبها، ان هو ده الاسيست الخامس ليه والهدف الخامس ليه، سواء بقى في مباراه اطلع بره او مباراه كانوا سبور، فحسين الشحات يعتبر بالارقام مساهم في 10 اهداف حتى الان للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. لعيب بيعيش يعني بصراحه فتره توهج كبيره،
يمكن ابتعد بقى عن فتره الضغوط اللي كنا بنقعد نتكلم عليها دلوقتي، بيعيش فتره تانية خالص. حسين الشحات يمكن صنع هدف وسجل هدف يستحق تقييم عالي، بتتكلم في لعيب صنع هدف ومسجل هدف، صنع فرصه، قطع الكره 7 مرات، عامل 9 عرضيات بالتساوي مع محمود وحيد واحمد فتحي، عامل محاولتين على المرمى، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه 6 مراوغات. لا مكسب كبير قوي، ويعني بصراحه جناح تقيل قوي للنادي الاهلي حسين الشحات، لعيب مهاري قدراته التهديفيه كبيره، بيعمل عرضيات كتير، عنده ميزه التكمله جوه ال 18 وميزه ان هو بيديك العرضيات، وكمان في نفس الوقت مهاري. فحسين الشحات بالتاكيد مكسب كبير جدا، وكمان هو وقع في التسلل 3 مرات. الثلاثه مش في 4 في الشوط الاول، كابتن سمير هيتكلم عليهم اكيد. الـ4 في الشوط الاول هو غلط، كابتن سمير جه في يعني 4 في الشوط الاول غلط، وفي ضربه جزاء. فالحكم بصراحه كان يمكن ده بالنسبه لحسين الشحات. كمان اجايه من ساعه ما لعب راس حربه للنادي الاهلي الاداء اتحسن، الاداء بتاع النادي الاهلي والشكل بقى ليه طعم وليه لون وليه، وبقيت بتلعب باداء ممتع. المهاجم الوهمي النموذجي جونيور اجايه يمكن لعب 77 دقيقه، احرز هدف، قطع الكوره 4 مرات، ليه محاولات على المرمى 2 بنسبه دقه 50%، عامل 25 تمريره بنسبه دقه 88%، وقع في التسلل مرتين، وحصل على 3 اخطاء. يمكن اجايه زي ما قلنا هو السر في اداء متعه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، تواجد جونيور اجايه كمهاجم وهمي، بيسقط للخلف، يسحب مع المدافعين، ويفضي المساحات في ظهر المدافعين وراهم لخلفهم للقادمون من الخلف، سواء حسين الشحات، سواء عمرو السوليه، سواء رمضان صبحي، سواء احمد الشيخ. فجونيور اجايه هو سر من اسرار اداء النادي الاهلي، وجوده كمهاجم وهمي. برضه صلاح محسن نزل في الدقيقه 58 النهارده، ده الهدف السادس ليه مع النادي الاهلي في افريقيا، والهدف الرابع ليه في البطوله ديت. يمكن صلاح محسن ليه رقم مميز قوي، من ساعه ما نزل عمل 5 مراوغات ناجحه من الدقيقه، يعني لعب 32 دقيقه. تحس ان اللعيبه اكثر مش عارف اسميها ايه، ولكن اكثر راحه، يعني بتلعب براحتك، الترقيصه اللي عايز تعملها بتعملها طبعا، لان انت بتكسب والاداء حلو وجايب 3 اجوان. يعني هو نازل ونتيجه كانت 2 او 3-0، فنازل وهو عنده ثقه، عايز يجيب جون، عايز يسجل، عايز يبين نفسه. فالمباريات دي برده بتدي ثقه للعيبه، يعني ان هو النهارده حاول يكسب 2 مهاجمين كمان، يعني هو كسب اجاييه، حاول يكسب صلاح محسن، وبالفعل كسبه لما سجل هدفه الخامس في الرابع في البطوله والسادس على تاريخه على مدار البطولات الافريقيه، وحاول كمان يكسب ازارو ساهم في هدف، وبالتالي ريني فايلر النهارده كسب 3 راس حربه. وعلى فكره كان بيلعب 4-2-3-1، ولكن مع نزول ازارو حولها ل 4-4-2، يعني هو كده جرب 3 طرق مع النادي الاهلي، يعني جرب 4-2-3-1، جرب 4-3-3، جرب النهارده في الشوط الثاني 4-4-2. اذا في مرونه تكتيكيه من الراجل ده ريني فايلر، في تكتيك في الضربات الثابته، في الضربات الركنيه، في الفريق بيشتغل ككتله واحده، الفريق ماشي بصوره ممتازه، في اداء غير الفوز بس، لا في اداء، في شغل، في تكتيك محترم، في تغييرات، تحس ان الراجل منظم، كل حاجه بالورقه والقلم معموله. النهارده بيكسب راسين حربه جداد، سواء وليد ازارو وصلاح محسن مع اجايه، بيحاول يدي فرصه لاحمد الشيخ برضو. احمد الشيخ يمكن ارقامه هو اكتر لاعب حاول على المرمى، ولكن يعني 4 محاولات 2 من 4، ولكن احمد الشيخ ما صنعش ولا فرصه. احمد الشيخ برضو محتاج لسه محتاج فرصه اكتر من كده، معلش الايام القادمه ان شاء الله هيبان فيها كل شيء. يمكن احمد الشيخ وليد سليمان برضو ما صنعش ولا فرصه، يمكن هم كانوا يعتبروا الاقل تقييم شويه، وليد سليمان واحمد الشيخ بالنسبه للدقايق اللي لعبوها، زي ما قلنا اليو ديانج واحمد فتحي ومحمود وحيد واجايه وصلاح محسن، كل دول اخذوا تقييم عالي. محمد الشناوي برضو النهارده يمكن هو محمد الشناوي اقل تقييم بس خرج على الكوره، يعني هو كان مسته اصل انا مفيش اختبارات مش دلوقتي مش وقته ها مفيش اختبارات خروج من المرمى لابعاد هجمه، يعني لابعاد هجمه مؤثره، خرج 5 مرات، ولكن كان في ملحوظه ان الشناوي ما بيشوطش، كان في الاصابه مأثره عليه، لو كانت الفريق المنافس اخذت بالها منها ان انت لو عملت علي الشناوي ما كانش بيشوط كان بيحاول ان هو دايما يلعب تمرير قصير لايمن اشرف وربيعه، عشان كده ايمن اشرف وربيعه اكتر لعيبه لمست الكره في الملعب او اكتر لعيبه عملت تمريرات قصيره، ليه؟ لان البدايه دايما من عندهم تمام. مش من عند الشناوي تمام، فدي يمكن الملحوظه اللي عند الشناوي. عمرو السوليه بيعتبر النهارده بادئ المباراه الرابعه كاساسي مع فايلر، وده يعتبر الشناوي والسوليه الوحيدين اللي بداوا ال4 مباريات بشكل اساسي سواء الشناوي او عمرو السوليه دول اللعيبه الوحيده اللي لعبت.
برضو وليد أزارو نزل كان عمل كذا عرضية وأثر بشكل كويس. حسام عاشور نزل طبعا كنوع من التأمين أو السيطرة على وسط الملعب، ودي حاجة برضو كنوع عشان يريح عمرو السولية شوية، لأن احنا داخلين على لسه عندك الإنتاج الحربي وعندك أسوان وعندك الزمالك، ثلاث مباريات مقبلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا. إذن نجم المباراة وأليو ديانج. أليو ديانج بالأرقام. شكرا جزيلا يا دكتور أحمد، لازم ناخد منك الكلمة يعني. طبعا أليو ديانج رجل المباراة ومكسب كبير، وألف مبروك طبعا لجماهير النادي الأهلي. شكرا جزيلا يا دكتور أحمد، وإن شاء الله نتقابل في المباريات القادمة. أطلع فاصل وبعد هذا الفاصل تحتدم المعركة ما بيني وما بين الكابتن سمير عثمان. طبعا الكابتن سمير عثمان رجع لنا مرة تانية وحشرفنا يكون متواجد معنا خلال الفترة القادمة. طبعا ولا معركة ولا حاجة، أنا بهزر بس عشان أول بقى مرة الكابتن سمير بقى له فترة بعيد عننا، طلع معايا كضيف ولكن النهاردة هيكون معنا كخبير تحكيمي يكلمنا عن طاقم التحكيم لهذه المباراة بعد الفاصل. كابتن سمير عثمان